جلسة تبين ان احد المتهمين اللي هو صلاح الشخم نسى السابقة كان يجري امتحانات في مدينة وجدة، وعمر ما عبر موقفه امام المحكمة برفض الحضور او المستدل امام المحكمة، بقى هو الوحيد في هالجلسة. قررت المحكمة تطبيق الفصل 23 اشعار بالحضور والامر باحضاره بالقوة يقتضي الحال. فعلا انتقل جات تقرير الان اللي نفذ قرار المحكمه القاضي بانتقال احد اعوان القوى العموميه، ومشى واحد الضابط وطلب منه الحضور ورفض الامتثال وتضامن مع اصحابه وقال لهم ما نحضرش بالقوه باش ما بغيتو، انا ما مستغل مستعد الحضور وما نحضرش باش ما كان. جات تقرير المحكمه قال لك هذا فضلنا مع الاجراءات اللي خصها تجسد قانونا، بقاو لنا واحد المتهمين في حاله صراح. المحكمه قررت استدعائهم واخرت الملف واحد جوج على استدعاء المتهم اللي في حاله صراح، وتاخر الملف لهذا السبب فقط. تبقات النقطة المتعلقة هل من حقهم أخذ الكلمة في غياب حق المحامي أخذ الكلمة في غياب المتهم أم لا؟ كان بدينا النقاش ديك المرة السابقة كانت آراء مختلفة. رأيك يعطونا الكلمة كدفاع المتهمين وإن كان غاب مستدلين بحكم محكمة النقد. رأي آخر كنت فيه أنا كنقول مودي ما يمكنش تأخذ الكلمة في غياب المتهم. إن 416 يقول لك دي مؤازرة المحامي، تم كيكون المتهم اسيستي، يعني مؤازر بمحامي، والمؤازرة للحضور، سيما في مادة الجنايات كاين هي الحضور يا المسطرة الغيابية. في الجناح خص الأصل 811 يحضروا شخصيًا، ما لم تعفيه المحكمة من الحضور. المهم كان النقاش وجبنا أحكام وآراء، فين فرنسا كان فيها واحد التعديل، وكان في 2004. أنا باقي عندنا النص القديم اللي كتسير فيه فرنسا اللي كيقتضي حضوره باش تاخذ الكلمة. قاد النقاش مفتوح، اخر الرئيس الجلسه بلا مزد على الاخرين ويكمل النقاش في هذه النقطه وغير تاخذوا فيها القرار هل تمنحهم الكلمه المحكمه الكلمه للدفاع المتهم ام لا الغائب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.